أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكدت مصادر تركية أن وحدات من الجيش التركي قامت بعمليات استطلاع واستكشاف داخل محافظة إدلب السورية تحضيرا لإدخال قوات أكبر تطبيقا لاتفاق مناطق عدم الاشتباك. ومن المتوقع أن يقيم الجيش التركي العديد من نقاط المراقبة والتمركز في إدلب، حيث ستتكفل تركيا بحماية الاتفاق من الداخل والجيش الروسي من الخارج. طلب العضو بمجلس قضاء الحويجة أحمد خورشيد القوات المشتركة العراقية بإطلاق عمليات للتأكيد على تطهير المناطق التي تم تحريرها في القضاء جنوب غربي كركوك، محذرا من أن اختباء أفراد تنظيم داعش في أنفاق تحت الأرض أو مناطق نائية لاستخدامها لشن هجمات على القوات المشتركة. وأضاف خورشيد أن هذه القرى تقع في قضاء الدبس وفي ناحية الرشاد ومواقع أخرى يصل عددها إلى نحو 100 قرية تحتاج إلى تطهير لإتمام عملية تحرير الحويجة. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي أن بغداد لا تنوي القيام بأي هجوم عسكري على إقليم كردستان العراق أو المناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة في كركوك، مؤكدا أن الجيش العراقي يستعد لإطلاق عملية لتحرير القائم وألويتها لمحاربة داعش فقط. وأضاف الحديثي أن بغداد مستعدة للحوار مع إقليم كردستان وفقا للشروط التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي سابقا. وكان مجلس أمن الإقليم أعلن في تغريدة على موقع تويتر بأنه يتلقى رسائل خطيرة مفادها أن القوات العراقية تعد لهجوم كبير على كردستان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مواقف مختلفة داخل الإدارة الأمريكية بشأن طريقة التعامل مع ملف الأزمة النووية مع كوريا الشمالية. وأضاف ترامب أنه أكثر حدة وصرامة في هذا الأمر عن كثير من الدول الأخرى، لافتا إلى أنه سيقرر في النهاية ما هو الشيء الأفضل للولايات المتحدة والأفضل للعالم. أعلن مسؤولو مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحرائق المستعرة في شمال الولاية إلى 21 قتيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن حالة الطوارئ الطبيعية في كاليفورنيا بإجراء يتيح للولاية الاستفادة من إمكانات الحكومة الفيدرالية لمواجهة الحرائق الضخمة المستعرة في 8 من مقاطعاتها. الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.